نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم، من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وصفه ربه في القرآن الكريم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون العام المنقضي 2015 في ميزان حسناتنا، وأن يغفر الله فيه الذنب، وأن يتقبل فيه الصالحات، وأن يمحو ما كان فيه من تقصير أو خطايا. اللهم أمين يا رب العالمين. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون العام الجديد عام خير علينا وعلى أمتنا وعلى إسلامنا، بل وعلى العالمين في كل مكان وفي كل أرض حلوا فيها. أسأل الله أن يجعل الأرض أمناً وأماناً، سلماً وسلاماً، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن ييسر على عباده في كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. نقف اليوم في بداية عام جديد، وفي ذكرى ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وفي شهر ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نقف لنأخذ بعضا من جوانب العظمة في حياته صلى الله عليه وسلم، وكل جوانبه فيها عظمة. أخذنا لمحة سريعة في الأسبوع الماضي من عظمته أنه استطاع أن يندمج داخل المجتمع، وقلنا هذا واجب عملي، كيف نتعايش في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. فما دمت في أرض سماؤها رب العالمين وأرضها من خير الله تبارك وتعالى، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. واليوم نأخذ جانبا آخر من جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، ليس لعالم واحد، وليس لعالم المسلمين، وليس لعالم المؤمنين، بل وليس لعالم البشر، بل للعالمين، لبني الإنسان وبني الحيوان، بل والنبات، بل وكل شيء في هذا الكون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له رحمة. وما أرسلناك، بأسلوب الحصر في اللغة العربية، وما أرسلناك، يعني أنت لم تأتي إلا من أجل هذا، يسموه الحصر. لا أريد منك إلا كذا، فلا نريد منك يا محمد إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك ونحن في عصر المعتركات، معتركات سياسية ومعتركات فكرية ومعتركات دينية. أقول ذلك ونحن في عصر لم يتحمل الأخ فيه أخاه، بل ولم يتحمل المسلم المسلم جاره، وغير المسلم كذلك. أقول ذلك في عصر أصبحت الدماء فيه في كل يوم وفي كل وقت تسير كالماء. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة بالعالمين، بأبي هو وأمي، ورحمته ظهرت في كلماته وأقواله وأفعاله. يعني قال الرحمة بلسانه
وطبقها بأفعاله، وهذا هو الفرق. هناك من يقول ولكن لا يفعل، هناك من يدعي بأقواله أشياء وهو في الحقيقة يخالف ذلك بكثير. إن هتلر كان يدعي أنه رحيما رغم ما فعل بالناس، وإن غيره من الظالمين بخت نصر من قبله بل وشارون عليه من الله ما يستحق كان يدعي أنه رحيما وأباد شعوب وحاصر بلاد وآذى ناس. إن من هدموا المقدسات، إن من حرقوا المساجد، إن من قتلوا الأبرياء كانوا يدعون الرحمة ويقولون إن الناس يحتاجون من يحنو عليهم، فقالوا شيئا وفعلوا أشياء. أما رسول الله بأبي هو وأمي فكان يقول ما يفعل. فمن أقواله التي تحفظونها جيدا، وليست العبرة بأن نحفظ ولكن العبرة بأن نقتدي، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. مش مجرد أنك تحفظ كلمات وآيات وشعارات ولكن تقتدي بها، وده الهدف من الخطبة، إن احنا نتكلم عن رحمة النبي عشان تظهر رحمتنا في وسط هذا المجتمع، حتى ينظر الأمريكان إلينا وهم يخالفوننا في الديانة أننا حقا خير أمة أخرجت للناس، أننا حقا رحماء. فمن أقواله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أقواله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. نحن نحفظ هذا، فنحن نتراحم فيما بيننا. من أقواله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا قدره، هذا هو رسولكم. من أقواله صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل. أصبحت هذه الكلمة مثالا الكل يحفظها، حتى غير المسلمين يستخدمونها: ارحموا عزيز قوم ذل. من الذي قال هذا؟ المبعوث رحمة للعالمين. هذه أقواله، أما أفعاله فحدث ولا حرج. إن حياته كلها رحمة، إن تصرفاته كلها رحمة. يأتيه الشيخ الكبير، رجل كبير مسن من المسلمين: يا رسول الله. قال: ماذا؟ قال: هلكت، يعني ضيعت نفسي، وأهلكت، يعني ضيعت غيري. أنا هلكت وضيعت غيري كمان. قال: ماذا فعلت؟ قال: أصبت زوجتي في رمضان، يعني أتى زوجته في نهار رمضان، ارتكب خطأ. المفروض أنه صائم أفطر أن أتى زوجته في رمضان، ماذا أفعل؟ انظروا إلى الرحمن الرحيم، انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هل تجد أن تعتق رقبة؟ أنت عليك في الشريعة ما دام عملت كده تعتق رقبة، يعني تشتري عبد وتعتقه لوجه الله، وكان ذلك بثمن باهظ، بدنانير كثيرة. فقال الرجل: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، ما أملك إلا هذه الرقبة، يعني أنا ما عنديش، هو أملك نفسي فقط. فقال صلى الله عليه وسلم الرحيم: أما تجد أن تصوم 60 يوما متتالية، يعني أنت تصوم 60 يوم كفارة هذا الفعل. قال: رحمك الله يا رسول الله، وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ ما هو أنا مشكلتي لم أصبر على زوجتي فأصبتها بسبب الصوم، تقول لي صوم 60 يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك إلا أن تطعم 60 مسكينا. فقال: رحمك الله يا رسول الله، والله لا أجد ما أطعم أهلي، أنا ما عنديش طعام ولا شراب. قال: فدخل النبي إلى داره وأخرج فرقا من تمر. فرق يعني إناء كبير، ولا يعني زي كيس جاربج كده كبير مليان تمر طعام. قال: خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والله ما في مكة أحد أحوج، أو ما في المدينة أحد أحوج إلى هذا الطعام من أهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه أطعمه أهلك. خلاص أكلوا أهلك ولا تعد، ما عادش تعمل كده تاني. هذه رحمة، هذه رحمة اسمها رحمة التشريع، اسمها رحمة الفتية، أن تكون رحيما بالناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم في الخطبة السابقة إن معنى كلمة الفقه هي مراعاة مصالح العباد؟ كان ممكن النبي يقيم عليه الحد ويمسكه يرجمه ويضربه ويخلص عليه وانتهى الموضوع، يا فاسق يا فاجر، لكن لم يفعل هذا لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، ويحس بالبشر، يحس بأفعالهم أنهم يذنبون ويخطئون. الله تبارك وتعالى يا إخوة يعلم أننا سنخطئ، بل إن الإسلام يقول لك اخطأ.
ازاي اخطأ يعني؟ الاسلام يقول لك اخطأ ولكن لا تتمادى في الخطأ، ولكن اذا اخطأت فتب. اسمع الى حديث النبي بعد ان تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: لو لم تذنبوا فتستغفروا لاستبدلكم الله بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. او انتم فاكرين نفسكم ملائكة ولا ايه؟ انت في المسجد بتسمع الخطبة وبتتأثر وتطلع برا، في حاجات بتحصل لك بتتغير، بتحصل في حياتك، في تصرفاتك مع اولادك، مع الناس، فتستغفر وتؤوب الى الله تبارك وتعالى. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فكان رحيما بالناس. ياتيه الرجل الشارب للخمر، واحد شرب خمر يعني اقترف حدا من حدود الله، واحنا عارفين الخمر انه يجلد 80 جلدة، فماذا فعل؟ على فكره موضوع الجلد وموضوع الخبط والضرب اللي انتم بتشوفوه ده، النبي كان يجلد بماذا؟ اللي النبي كان الهدف من الجلد كان عباره عن تعزير، مش اباده الظهر، مش قسم ظهر الرجل. اخواننا اعتقد ليس هناك مجال في المسجد، افتحوا الدور الاسفل، المسجد يعني مكتمل الان، ما في مكان للتسع. اخواننا يصلوا، افسحوا المجال، اخوه في يتصرفوا خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس الهدف ان يجلد الظهور، لا. لما جاء شارب الخمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ضربا خفيفا، يعني عباره عن تانيب كده، ثم ذهب الرجل وعاد في الاسبوع اللي بعده قد شرب الخمر مره ثانيه، لانه الضرب ما بيأثرش، ضربه بسيط. فجاء النبي بحزمه من جريد، ورق الجريد بتاع النخل، وضربه بها في المسجد، هدف تعزير. فجاء به في الاسبوع الماضي القادم وقد شرب الخمر ثالثه، ده الرجل مش الضرب مش بيأثر. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض عنه يعني لم ينظر اليه. قالوا له فلان شرب الخمر، قال له خليه يشرب. يا رسول الله قالوا ما يشرب، قال له روح اشرب براحتك. فلما اعرض عنه النبي ولم ينظر اليه ولم يسلم عليه، ذهب الرجل الى بيته، ثم عاد الى رسول الله مستغفرا، يقسم انني لا اشرب الخمر ابدا يا رسول الله. اسمه العلاج بالتغافل، العلاج بالاعراض، ان انت تتغافل عن الفعل، ان تعرض عن الفعل. النبي عالجه بهذه الطريقه، ما دخلوش السجن وربطوا قيده، لا لا لا، كيفيه الاصلاح. من السهل، من السهل ان تعزر انسانا فتقضي عليه، لكن من الصعب ان تغير ما بداخله. كانوا بيكتبوا على السجون زمان تدريب وتأهيل وإصلاح، ده شفناه في الأفلام، لكن لما دخلنا ما شفناش كده، ما شفناش تدريب ولا تأهيل ولا إصلاح. واللي موجود دلوقتي لا فيه تدريب ولا تأهيل ولا إصلاح، اللي بيدخل جوه ما بيطلعش تاني. والغريب اللي بيدخل من الناس الكويسين بس. شفنا الناس بتوع زمان دخلوا طلعوا بسم الله ما شاء الله، طلعوا وشهم رايق وشهم أبيض وشكلهم جميل، كأنه في السجون كانوا في فندق 5 نجوم. ولما يدخل الصالحين وأهل القرآن والأبرار والأتقياء لا يخرجون منها إلا على المقابر. هذه سنة، هذه سنة الحياة، والأيام تنقضي سريعا، لكن سوف يأتي يوم اسمه يوم الفصل أمام الله تبارك وتعالى، لا ينفع حميم حميما. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بشارب الخمر هذا تمثلت في عقابه، كان عقابا يسيرا حتى استطاع أن يغير من فعله بأبي هو وأمي. هذه الرحمة التي ننشدها بين الناس، بل أكثر من ذلك، أكثر من هذه الرحمة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد اللي هو مسجد الرسول في المدينة، وبمناسبة مسجد الرسول، مسجد الرسول كان أكبر جامعة تعليمية في العصر آنذاك، أكبر جامعة تعليمية، يعني زي مثلا كده الجامعة بتاعت بوسطن اللي كله بيتكلم عن بوسطن، تخيل مثل هذا، أكبر جامعة تعليمية تثقيفية تربوية في العصر المنصرم أيام النبي كانت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان مسجده أكبر برلمانا، تعقد فيه البرلمانات والشورى، مسجد عريق، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي يوما ليصلي معه الصحابة فيجدون أعرابي جاء من الصحراء، فربط بعيره خارج المسجد ودخل يقضي حاجته في المسجد. دخل مسجد النبي يتبول، أعزكم الله، يتبول فين؟ في مسجد النبي. وفي رواية تقول أنه لم يجد مكانا يستتر فيه إلا المحراب، لا المحراب حتة دخل جوه كده، دخل في المحراب حتة جميلة دفى كده، محراب النبي وفي مسجد النبي يقضي حاجته ويتبول في مسجد رسول الله، أكبر جامعة وأكبر برلمان، والنبي ينظر والصحابة ينظرون. فقام به الصحابة، مجنون، ماذا يفعل في مسجد رسول الله؟ ماذا قال النبي؟ لنتم عارفين كلامه، كلكم حافظين الحديث، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تقطعوا عليه بولته. كلمة، كلمة تقطر، تقطر رحمة، كلمة تخرج الندى والألفة والمودة من كلامه صلى الله عليه وسلم.
لا تقطعوا عليه بولته. سيبوه يكمل، خلوه يكمل فيكمل حاجته، ثم يقوم فيقول صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه سجلا من ماء أو زنوبا من ماء، هاتوا شوط ماء يحطوها على الإيه مكانه. فانقطع، انتهى الموضوع. علماء السيرة يبحثون في هذا، يقول أي قلب قال بأي قلب قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل بالله عليك، من يتشدقون بحقوق الإنسان ومن يتشدقون بالحرية، لو أن إنسانا دخل تبول في البيت الأبيض الأمريكي، لا بلاش الموضوع ده، لو أن إنسانا دخل، طب لو تبول في مسجدنا نحن، لو دخلت يا إخوة ده إحنا مسلمين، عشان أقول لك المسلمين محتاجين يعرفوا ديننا. لو أن طفلا صغيرا داخل المسجد عمل حاجة زي كده تقوم الدنيا، والناس يتكلموا مع أبوه ما تجيبش الأولاد الصغار المسجد وأفسدتوا المساجد. يا أخي ده طفل، يعني حتى لسه بريء، يعني ليست هناك ليست منه نجاسة. والتاني كان أعرابي وكان مسجد رسول الله، مش أي سي وسي، مسجد رسول الله، وقبل منه النبي ولم يقطع عليه بولته. إنها الرحمة، إنها الرحمة المتناهية. ألم أقل لكم إننا نحتاج أن نتعلم ديننا من جديد؟ ده احنا لو واحد غير مسلم دخل المسجد تقوم قيامة الدنيا. واحد غير مسلم، لو في انتخابات ويدخل واحد غير مسلم يتكلم في المسجد على الانتخابات، واحنا محتاجين كده، محتاجين نتواصل، مش احنا محتاجين نندمج في المجتمع؟ خليهم يجوا الامريكان ويدخلوا عندنا ويتكلموا انتخابات البرلمانية والرئاسية، يدخلوا عندنا في المسجد الكفار يدخلوا. يقول لي واحد اصلي يا شيخ، قالوا لي كده والله، ازاي يا شيخ واحد كافر يدخل المسجد وهو كافر نجس؟ ما ينفعش يا اخي، النجاسة نجاسة عقيدة وليست نجاسة بدن. هو متشطف ولابس وحاطط برفان، مش هو نجس نجاسة ثوبية أو بدنية، بل نجاسة عقدية. ثم من الذي قال لك إن الكافر لا يدخل المسجد؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتفترون على الله الكذب؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله نهى عن مسجد واحد فقط، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا ليه المسجد الحرام. بس خلاص، مسجد الحرام، ما قالش مسجدنا احنا، حتى مسجد النبي يدخلوه. يا جماعة محتاجين نفهم ديننا. فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص. قالوا: ولو كانت هناك ضرورة جاز أن يدخلوا المسجد الحرام، فالضرورات تبيح المحظورات. يبقى لما يجينا واحد في مصلحة للمسلمين، ولا واحدة في موضوع بتناقش وتدخل عندنا المسجد تتكلم، ليست هناك مشكلة. وده رأي المجمع الفقهي في الداخل والخارج. حتى لو دخلت متبرجة يا جماعة المسجد، واحدة مكشوفة الشعر، طبعا يعني هناك تبرج وتبرج، أتراعي حرمة المسجد، لكن لو دخلت مكشوفة الشعر يجوز أن تدخل متكشفة إذا كان في دخولها مصلحة للمسلمين. يعني جاي واحد يتكلم معانا وينصر المسلمين وينصف المسلمين ويقول لهم حق المواطنة ولهم حق الاستقرار ولهم حق فتح المساجد ولهم كذا وكذا، ما حدش فينا ما نشدش بهم ونستقبلهم؟ لعلمك احنا للاسف دائما نتاثر بالسلبي ولا نتاثر بالايجابي ولا ندعم الايجابي. لما ترامب عمل المشكله كلنا زعلنا، لما طلع اوباما وتكلم 10 دقائق في حق المسلمين، اتكلم 10 دقائق في حق المسلمين انا سمعته مرتين. لما دخلنا لقيت فيه 50,000 كومنت ضد اوباما، 50,000 ضد اوباما، والله ما لقيت لايك واحد مع اوباما. واحنا كنا فين؟ ما تعمل يا عم لايك، ما تكتب يا أخي قول له جزاك الله خير، قول أي حاجة. الرجل بيقول لك حق، هو رئيس الدولة، واحد يقول له جزاك الله خيرا، مش هو ده اللي بحارب المسلمين في سوريا؟ يا عم بس النهاردة بيتكلم معنا في كلمتين كويسين، وحش هنا وحلو هنا، ندفع الناحية دي يا أخي. هكذا الموازنات السياسية لازم نراعيها، مرة لك ومرة عليك. لكن ما فيش لايك، ما فيش حتى تعليق واحد إيجابي يقول له كده كويس الله ينور أي حاجة. إحنا متقوقعين، احنا منعزلين، عاوزين ننعزل. زي اخ بيكلمني امبارح بيقول لي من 30 سنة كنا بنفكر احنا كمسلمين هنا ان احنا نشتري قطعة ارض كبيرة ونعمل فيها مركز اسلامي كبير ونعمل فيها 500-600 بيت وتبقى القرية المسلمة. قال لي بس الحمد لله ادركنا الخطأ، كنا حنتقوقع نغلق على... يا اخي انفتح، انفتح في وسط الناس، تحرك في وسط الناس. فلما يجي واحد غير مسلم يدخل المسجد واهلا وسهلا تفضل تعال، مش انت هتفيد المسلمين؟ هو انت جيت تعمل ايه هنا؟ جيت تفيد المسلمين، جيت تعمل معانا يعني حوار اتفضل يا عم تعالى. ألم يدخل، وده مش من عندي، حاشا لله، قلت ذلك كثيرا، حاشا لله أن أقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أتعلم ما آتاني الله من علم وما حفظني الله من قرآن، وأن أقف ها هنا ممثلا للأزهر الشريف في زمانه القديم في قوته، أن أقف هنا لأضلل الناس. حاشا لله
ألم يأتي وفد نصارى نجران إلى النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم قساوسة يحملون الصلبان في صدورهم ويلبسون الحرير ويتخاتمون بالذهب؟ ده موضوع كبير. لابسين حرير، دول جايين يغزوا النبي بقى، لابسين حرير وعارفين النبي بيحرم الحرير، ومعلقين الصلبان ولابسين خواتم الذهب، والنبي يحرم الذهب ويحرم الحرير ومحرم الصليب. فدخلوا على النبي في مسجده، حققوا الحديث بعد حديث صحيح، فدخلوا على النبي في مسجده بل وأقاموا عند رسول الله 3 أيام. السؤال، كانوا بيناموا فين؟ جماعة كفار ولاد 60 دول كانوا بيناموا فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم كفار صلوش، يعني هم ممكن يكونوا جنب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لما جاء وقت صلاتهم، لما حانت وقت الصلاة بيقولوا صلوا فين يا رسول الله، احنا معاد الصلاة، قال صلوها في مسجد رسول الله ولكن توجهوا إلى المشرق، يغيروا القبلة بتاعتنا، فتوجهوا إلى المشرق بصلبانهم وصلوا صلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ليس كلامي يا إخوة حتى لا يفهم عكسا إن احنا بنعمل دعوة نجيب القساوسة عندنا عشان نصلوا في المسجد، لم نقل هذا، بالعكس، من فضل الله علينا أن الكنائس تتحول إلى مساجد والأديرة تتحول إلى مساجد. أليس ما تصلون فيه الآن معبدا يهوديا؟ ها؟ تحول مسجد بإذن من؟ بإذن من يقول للشيء كن فيكون؟ الإسلام قادم، الكنائس تباع والمساجد تشترى، ما رأينا مسجدا يباع، فضل الله، ما رأينا مسجد يباع، بل المساجد دائما تشترى والمدارس تشترى وتحول إلى مساجد. هذا خير وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن نفهم ديننا جيدا. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت في هذا. نأخذ هذا الدرس من الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في مسجد رسول الله، والرسول يقول لا تقطعوا عليه بولته وأريقوا عليه سجلا أو بعضا من ماء. هذه رحمة النبي صلوات الله وسلامه عليه بالناس جميعا، بل رحمته وسعت أكثر من ذلك. رحمة النبي أكثر من ذلك تجلت في ماذا؟ تجلت في رحمة، كما شبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال لرحمة ربنا سبحانه وتعالى بأمته عند الذنوب وعند المعاصي، يقول لهم قد جئتكم بالرحمة، جئتكم بالمغفرة، لله أرحم بعبده. الواحد لما يعمل ذنب ويكون عنده قنوط وزعلان وحسس أن ربنا مش هيغفر له، لا أبشر سوف يغفر الله لك، لله أرحم بعباده أو أفرح، ربنا يفرح بتوبة العبد من رجل كان في الصحراء. واحد كان في الصحراء ثم تاهت منه ناقته وعليها طعامه وشرابه وزاده. واحد ركب الناقة بتاعته في الصحراء وتاهت منه الناقة وعليها الطعام والشراب والزاد، فجلس الرجل ينتظر الموت، فيش أي حد ينقذه. فبينما هو ينام تحت شجرة منتظرا للموت، نظر فإذا ناقته عليها طعامه وعليها شرابه وعليها ماءه، فمن شدة فرح الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرجل تلخبط، حصل عنده كونفيوز من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح عندما يتوب العبد إليه، الله يفرح سبحانه وتعالى. رسالة من هذه؟ رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة التي تتمثل من بداية الحياة إلى يوم القيامة، هي الشفاعة العظمى. رسولكم صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم القيامة ساعة أن يذهب الناس إلى الأنبياء، ساعة غضب الله الشديد والحر الشديد، يذهب الناس إلى الأنبياء ويذهبون إلى آدم أبو البشر، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، فادعوا الله أن يغفر لنا وادعوا الله أن يتجاوز عنا وأن يدخلنا الجنة. سيدنا آدم يقول إيه؟ يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهب الناس إلى نوح ويقولون يا نوح استغفر لنا وادعوا لنا. يقول نوح حديث طويل، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيذهبوا إلى موسى فيقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. ثم يقول عيسى اذهبوا إلى محمد. فيأتي الناس جميعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد تحت العرش ويدعو الله، هو الذي يقول فأدعو الله بأدعية ومحامد لم أتيها من قبل، يعني ربنا يفتح علي أدعية لم أدعو بها من قبل. فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع يا محمد
جعلت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي، صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، أنا النبي يبكي فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي يا محمد لا أخزيك في أمتك أبدا، أنا لن أخزيك في هذا، أما يرضيك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أرضى وواحد من أمتي في الجنة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم تجاوزت المسلمين إلى غيرهم. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بطريقة أخرى بسؤال: كم نفس قتلها رسول الله في حياته؟ عاش 63 عاما، كم نفس قتلها الرسول؟ هذا القائد المغوار لعمل فتوحات وعبنا دولة، قتل كم واحد الرسول؟ سؤال، قتل كم واحد؟ قتل واحد، قتل نفسا واحدة، وقتله دفاعا عن النفس، وقتله في معركة حربية وليس خيانة خلفية. واحد في كتب السيرة، واحد قتله النبي، اسمه أبي بن خلف. جوجل تكي بعد الصلاة شوفها، أبي بن خلف. إيش معنى أبي النبي قتله؟ لأن أبي هذا تحدى وأقسم لا يقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي يقول له: يا عم خليك في حالك وسيبني في حالي، النبي ما يقتلش حد، النبي ما يقتل. قالوا: أنا نبي لم يذبح في حياتي إلا مرتين، مرة كان في العيد لما ذبح قال: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي وهذا عن فقراء أمتي، والمرة الثانية لما كان في صلح الحديبية وذبح النوق والهدي، ما كانش بيحب يذبح الحيوان، كان يعني نبي يتألم حتى من ذبح الحيوان، فكيف بذبح الإنسان؟ أنا تعجب والله عن اللي بينتسبوا للإسلام ويذبحوا البشر ويحرقوا البشر. هؤلاء ليسوا بشرا، لا أقول ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا بشرا. من يقتل بغير حق هذا ليس بشر، هذا ليس إنسان، هذا عار على البشرية وليس على الإسلام. الإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه منتهي قولا واحدا، هذا عار على الإسلام، هذا عار على البشرية كلها. رسول الله قتل واحد اسمه أبي بن خلف. أبي بن خلف كل يوم يبعث رسالة، هو عايش في مكة والنبي في المدينة، يبعث رسالة للنبي يقول له: واللات والعزى لأقتلنك، أنا لازم أقتلك. حتى جاءت غزوة بدر، وطالع مخصوص في بدر أبي بن خلف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعركة بدر شغالة وشايل سيف ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أبي بن خلف يبحث عنك. قال: دونكم، خلاص بقى سيبهولي، مدام هو أراد هذا يسيبهولي. النبي معصوم، النبي ممنوع من القتل. قال الله: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله إيه يعصمك من الناس. نبي عنده سكرتي رباني محمد، نبي بلغ رسالة. قال: فلما جاء لقتل النبي اتقاه النبي بدرعي، يعني اتقى منه الضربة، ثم رماه النبي صلى الله عليه وسلم بحربته فأصابت كتفه هنا كده حتة صغيرة كده، فجرحته جرحا خفيفا لم ينزل منه الدم، جرح خفيف الرجل الكافر أبي بن خلف، فصار يغور كما يغور الثور مثل حيوان. والكفار شايلين يقولوا: يا أبي والله أنت ما يعني ما فيك شيء، حتى ما فيش دم. قال: والله قتلني، ما دام لو والله لو بصق علي محمد لقتلني. ومات من يومها في يوم بدر، مات أبي بن خلف، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يريد قتل النبي. غير هذا لم يقتل رسول الله أحدا. رحمة يا أخي، رحمة. ده النبي قال: لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تقطع، حتى رحمة، حتى بالشجر، رحمة بالشجر. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح صححه الألباني: من قطع سدرة، السدر هو شجرة مثمرة أو شجرة صاحبة ريحة طيبة أو شجرة يستظل بها الناس، يا إما فيها ثمرة تؤكل أو رائحة تشم أو شجرة يستظل بها الناس، من قطع سدرة صوب الله رأسه في جهنم.
ليه تقطع شجرة؟ الناس اللي بيقولوا حقوق أي أخ، ده احنا عندنا حقوق النبات كمان. النبي رحيم حتى بالنبات، رحيم بالحيوان صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل إن 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 امرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة حبستها، مش كده؟ لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا جماعة لما تتكلموا مع الأمريكان ندخلوا بالمدخل ده، هما بيحبوا الكلاب، خلاص خليهم يحبوا الكلاب يا عم، احنا في ديننا ما بربيش الكلاب في البيت، هما بيربوا ايه؟ ربوها. ادخلوا، والله ده جميل انك تربي حيوان في البيت وتطعمه وتسقيه، تؤجر عليه. نعم سوف يؤجر، والله يؤجرون في الدنيا مش في الآخرة. الآخرة فاش أجر، الآخرة يعني لا يؤجر فيها إلا من كان يعني آمن بالله وبكتبه ورسوله واليوم الآخر، لكن يؤجر في الدنيا من أطعم حيوانا، من أطعم صغير. النبي قال إن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه، مش كده؟ دخل الجنة في كلب سقاه، وجد كلب فسقاه فربنا غفر الله له. إن بغيا، حديث صحيح، بغيا امرأة من أصحاب المعاصي والفواحش والكبائر، بعد ما خلصت السهرة بتاعتها والليلة الحمراء بتاعتها مروحة، وجدت كلبا يلهث مش عارف يشرب، فنزلت وملأت وسقته ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فماتت ساعتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فغفر الله لها بسقي الكلب فأدخلها الجنة. يا جماعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، رحمة متسعة، رحمة ملأت كل شيء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالنبات فلا تقطع الأشجار، رحمة بالحيوانات فلا تقتل بغير حق، رحمة بالإنسانية كلها رغم اختلاف دياناتها. هذه الرحمة هي التي أرسل بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنعلمها نحن للناس، ونحن في ذكرى ميلاد محمد وذكرى ميلاد المسيح، ليعلم الناس أننا نؤمن بالله وملائكته ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله أبدا، فكلهم أنبياء الله وكلهم رسل الله، ونحن أولى بموسى ونحن أولى بعيسى ونحن أولى بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أخيرا أقول إن ديننا يعتدى عليه، وإن رسولنا يعتدى عليه، وإن كنتم تغارون على دينكم وإن كنتم تغارون على رسولكم فدافعوا عن إسلامكم ودافعوا عن رسولكم. كيف؟ إن كنتم تغارون على دينكم وعلى رسولكم فدافعوا عن رسولكم ودافعوا عن إسلامكم. كيف؟ أظهروا رحمة نبيكم، أظهروا رحمة إسلامكم، أظهروا رحمة ربكم، أظهروا رحمة الرحمة التي أنزلت عليكم كما علمكم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت قديما لما قالوا سوف نحرق القرآن، قلت ونحن سوف نعظم الإنجيل مع أن إنجيلكم محرف وقرآننا ثابت. قلت عندما أساوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أسأتم إلى محمد لنعظمن المسيح لأنه رسول الله، لئن أساتم إلى محمد لنعظمن موسى لأنه رسول الله. لا ترد على السفيه بسفاهته، ولا ترد على الأحمق بحماقته، فأنت أعلى قدرا وأنت أحسن منزلة، فمحمد رسول الله وعيسى رسول الله وموسى رسول الله، ودينهم كلهم هو الإسلام. إن كنا نغار على ديننا وعلى إسلامنا وعلى رسولنا فلنظهر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليتعلم العالم منا في أفعالنا وليس في أقوالنا يا إخوة، يتعلم العالم منا في أفعالنا وفي تصرفاتنا أننا حقا نحن المسلمين رحماء، نحن رحمة، نحن رحمة للعالمين، نحن رحمة للناس، للصغار للكبار، للمسلم للكافر. هكذا كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يقتدي، ومن أراد أن يتشبه، ومن أراد أن يسير على نهجه، فليكن رحيما بالخلق أجمعين. بهذه الرحمة نستطيع أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لا تظنوا أن النبي قهر الناس على الدخول في الإسلام، بل لما رحمهم ولما عفى عنهم ولما أظهر لهم المودة والسعة، ساعتها دخل الناس في دين الله أفواجا. وما أحوجنا في زماننا هذا، وما أحوجنا ونحن قلة مسلمة تعيش وسط مجتمع كبير غير مسلم، أن نظهر هذه الرحمة في تصرفاتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، ساعتها والله ساعتها سيدخل الناس في دين الله أفواجا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أختم وأقول انقضى عام وبدأ عام جديد، عام انقضى بكل ما فيه من آلامه ومن أحزانه ومن كروبه، وقد كان عاما شديدا، عاما صعبا، عاما حزينا على أمتنا بل وعلى العالم كله.
كم استبيحت فيه من حرمات، وكم سفكت فيه من دماء، وكم قيدت فيه من حريات، وكم انقلبت فيه من أنظمة فاسدة. ويأتي عام جديد. إن كان النبي كان عنده عام حزن، فأمتنا تمر بأعوام فيها حزن كثير. إلى الله المشتكى، انظر إلى المسلمين في سوريا، بل انظر إليهم في تونس، انظر إليهم في اليمن، انظر إليهم في ليبيا، في مصر، في بلاد كثيرة، في العراق، في بلاد كثيرة. المسلمون أين دولة الإسلام؟ أين بيضة الإسلام؟ أين حرمة الإسلام؟ هذه كلها عام بعد عام. كما قلت لكم، كنا ونحن صغار، والله أذكر هذا، كنا ونحن صغار يقول الشيخ على المنبر: اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ونحن نؤمن قضية المحورية، قضية فلسطين، قضية الأم، قضية فلسطين هي ترمومتر الأمة، هي رمانة الميزان. كل المشاكل، والله كل المشاكل اللي بتحصل في بلادنا أساسها عشان فلسطين، عشان المسجد الأقصى، المحورية بتاعتنا. فالشيخ يقول: اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وإحنا نقول أمين. وبعد سنة واثنين وثلاثة لقينا الشيخ يقول: اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان. جت كمان الشيشان، وإحنا نقول أمين. بعد شوية انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. وبعد شوية في فلسطين والشيشان وكشمير وفي كوسوفا والبوسنة والهرسك. وبعد شوية دخلنا كمان والعراق، وانصر المسلمين في كوسوفا وفي الشام وفلسطين. ولما الشيخ ما عادش عارف يقول، قال: انصر المسلمين في كل مكان. ينصر المسلمين فين ولا فين؟ ينصر المسلمين فين ولا فين؟ الأمر بقى صعب، الأمر بقى مؤلم، مؤلم بصدق. ولسه في ناس على عيونها غشاوة، ولسه في ناس يعني لسه الحق مش أبلج، مش واضح أمامهم. يبدأ عام جديد، عام 2016، لعله يكون عام خير، لعله يكون عام تغيير. ومن حسن الطالع أن يبدأ 2016 في يوم جمعة. يوم جمعة خير يوم، خير يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. نستبشر، والنبي كان يحب يستبشر، ولا نتشائم أبدا، نتفائل أن يكون هذا العام بداية خير إن شاء الله، بداية خير علينا وعلى أمتنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة، واجعل افتراقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، سلما وسلاما. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمننا في أرزاقنا، وأمننا في أعراضنا، وأمننا على أولادنا وزوجاتنا وممتلكاتنا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم بارك لنا في دنيانا، واحفظ علينا آخرتنا. اللهم انصر المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واطلق سراح المسجونين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المسجد الأقصى الأسير، وارزقنا صلاة في رحابه محررا قبل الممات، واحفظ بلادنا كلها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل هذا العام الجديد عام خير علينا وعلى أمتنا أجمعين. احفظ فيه الدماء، وصن فيه الأعراض، وفرج فيه الكروب، ويسر فيه الأمور، واجعل الأمن والسلام يرفرف على العالمين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.